اختتمت بنجاح فعاليات معرض الجواهر العربية بنسخته 31، والذي استقطب عددا كبيرا من العلامات التجارية من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى الشركات البحرينية التي عرضت أحدث التصاميم من الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة والساعات الثمينة والنادرة. ويعد هذا المعرض من أكبر وأفخم المعارض المتخصصة في صناعة المجوهرات في الشرق الأوسط، حيث شهد إقبالا لافتا منذ اللحظات الأولى لافتتاحه حتى ختامه. جمع غفير من محبي الفخامة والتألق عاشوا على مدى 5 أيام تجربة لا تنسى بين أروقة معرض الجواهر العربية، ليتعرفوا على آخر خطوط الموضة في مجال صناعة المجوهرات، واستمعوا عن قرب من مصمميها عن حكاية كل قطعة من المجوهرات والمشغولات الذهبية النادرة. شاهدنا إقبال كثير من الحضور، خاصة من الفنانين العالميين، وأيضا استقبلنا ضيف شرف كان كبير أو عزيز علينا، اللي هو سير أليكس الرئيس الفني أو المدرب السابق لفريق مانشستر يونايتد. لاعبين كبار أيضا في هالمركز في هالنسخة، وهذا يدل على النجاح الباهر لمعرض المجوهرات في نسختها 31. احنا حاليا احنا قاعدين نشوف ان الطلبات زادت على الحجوزات، وفي ناس حتى من برا البحرين من اوروبا ومن امريكا يتواصلون معنا عشان يشاركون في المعرض الجاي. فاحنا يعني حابين نشوف ان المعرض يتوسع ويصير عالمي اكثر من اللي هو موجود اليوم. هذه المعرض عرفني بكثير من الناس من كل أنحاء العالم، فتشوفينهم يجون يتعرفون على الديزاينات البحرينية. أنا أحب أعزز ديرتي وأعزز اللولو البحريني، فمسوية ديزاينات حق الأجانب من كافلينجز أو إيرينجز، علشان إذا اللي يأخذ سوفينير يأخذ قطعة من البحرين وياه. والصراحة هالمعرض أسس قاعدة جماهير أكبر من السنة اللي طافت، من ما شاء الله من كل دول الخليج. فالصراحة يعني المعرض مو بس يعني بيع وشراء، لا، المعرض تتعارف على تجار البحرينيين وتجار الخليج نفسه. ففي هذه النسخة فاق الإقبال كافة التوقعات، ما دفع بالكثير من الشركات العالمية إلى حجز موقعها في المعرض للموسم القادم، ما يؤكد على أهمية المعرض على مستوى العالم كمنصة إقليمية لتسويق أحدث ابتكارات مؤسساتهم ومشغولاتها من الذهب والمجوهرات والساعات الفاخرة. ما شاء الله معرض المجوهرات وايد عود وايد كبير، في وايد أشياء، في خصوصا في أشياء يونيك، في أشياء ما تلاقونها برا. والله المعرض مسكت، أول مرة ناجي المعرض، والمعرض حلو والأسعار جدا جميلة، أسعار المصنع ولا ضرائب ولا شيء، واللي بيجي واللي بيتزوج بيستفيد. التصاميم واللي حصلناها يعني تصاميم الذهب والديزاينات مختلفة ما حصلتها برا في السوق، وأحلى الشيء اللي حبيته فيه إن هي بدون ضرائب. معرض الجواهر العربية على مدار أكثر من 3 عقود من الزمن مستمر في تحقيق نجاحات متواصلة في استقطاب نخبة من العارضين البارزين على المستوى المحلي والعالمي، بالإضافة إلى الزائرين طيلة أيام المعرض، ما عزز مساهمة هذا الحدث في دعم صناعة الذهب والمجوهرات وعرض تصاميم مبتكرة من الذهب والمجوهرات لأول مرة في المنطقة. 5 أيام من الفخامة والرقي، بهرت زوار المعرض ببريقها الأخاذ ودقة تصاميمها وندرتها في الوقت ذاته. وها هو الستار يسدل على فعاليات النسخة 31 من معرض الجواهر العربية بإقبال كبير ولافت على أجنحة المعرض المختلفة، والتي استقطبت آلاف الزوار من عشاق المجوهرات والمقتنيات النادرة. خولة القرينيس لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.